السلام عليكم. النهاردة حابة أحل معاكم problems عن الأفكار بتاعة اللونج واير اللونج انفينيت واير. فبس الأول نراجع عليه بسرعة كده. إحنا اللونج انفينيت واير واحد من problems اللي بنحلها بجاوس لو. بنبدأ بجاوس لو الانتجريشن بتاع اي دوت اي بيساوي سيجما كيون سايد على ايبسلون نون. بناخد جاوس سيرفيس بتاعنا سيلندر. هنا لازم السيلندر اللي خدها بتاعة جاوس تبقى فاينايت لينس. فهفرض إن اللينس بتاعها ايه. هعمل الاريا فيكتورز بتاعة التوب والبوتوم والسايد. بعد كده برسم طبعا الالكتريك فيلد اللي انا ببقى عارفه انه بما ان ده واير يونيفورملي تشارجد ولونج وانفينيت يبقى هنرسم الالكتريك فيلد على طول نورمال كده على الواير along the radius. يبقى هيبقى عندنا الفلكس على التوب بزيرو اللي هو بنقسم الانتجريشن والفلكس على البوتوم بزيرو الاي دوت دي اي بزيرو هنا. واللي هيتبقى هو الفلكس على السايد اريا. فتطلع الالكتريك فيلد في السايد اريا بتاعت جاوس سيلندر اللي هي 2 باي ار ال بيساوي التشارج انسايد. طبعا واخدين حته من التشارج طولها ال يبقى لامدا ال على ايبسيلون نوت. نطلع الاكسبريشن الشهير بتاع الالكتريك فيلد لامدا على 2 باي ار ايبسيلون نوت في الار. هات طبعا الار هات هنا هو الدايركشن بتاع الراديوس. يعني الالكتريك فيلد هنا بيكون بيقع في هوريزونتال ليفلز. لو انا بحسب عند اي بوينت كده بلاحظ ان هو هوريزونتال. لو الواير بتاعي فيرتيكال والار هي الديستانس ما بين البوينت اللي انا بحسب عندها. لو انا بحسب عند بوينت هنا بتبقى على السايد بتاع السيلندر للاكس بتاع السيلندر. دي هي الار بتاعتنا اللي هي الار سمول. طيب هل هو ده الفيو الوحيد اللي هو دايما بيجيبه لي للواير؟ طبعا لا. هي الفكرة بتاعتنا انه ممكن الواير يتحط لي بالمنظر ده يجيب لي التوب فيو بتاع الواير. يبقى انا بسمح الواير بتاعي هو النقطة دي هو الدايرة دي كده. الواير محطوط perpendicular او normal على المستوى بتاع البورد او مستوى الورق هنا. يبقى المفروض انا دلوقتي متوقع ان الالكتريك فيلد هيبقى عامل ازاي. الالكتريك فيلد along the radius هيبقى to the right to the left كده وفي كل الدايركشنز في اتجاه الار هات. يبقى هيبقى خارج من الواير في اتجاه الار هات. يبقى انا لو عايز احسبه عند اي بوينت هنا وده هو الواير بتاعي ابقى عارف ان هي دي الديستانس بقى اللي اسمها ار اللي احنا بناخد عندها جاوس سيلندر وكده. يبقى الالكتريك فيلد هيبقى لامدا على 2 باي ار ايبسيلون نون والار بتاعتنا هي الديستانس فروم ذا بوينت من البوينت للايه للواير. واخد بالي انها بتبقى دايما الشرط برضو الاساسي الرسمه دي كده خلي بالكوا الواير ده محطوط بيربنديكولار على البورد. يبقى الالكتريك فيلد دايما الدايركشن بتاعه كده ده يعتبر نورمال على الواير. الالكتريك فيلد هرسمه نورمال على الواير. يبقى الواير لما كان مرسوم كده الحاله دي الواير كان مرسوم كده فكنا رسمين الالكتريك فيلد نورمال تو ذا رايت وتو ذا ليفت لو بحسب عند النقطه دي. طب لو بقى جت لنا المساله اللي انا هقول فكرتها دلوقتي انه الواير مال كده بالمنظر ده وانا عايز احسب الالكتريك فيلد عند النقطه دي يبقى بعمل ايه. الالكتريك فيلد بقى في الحاله دي عامل كده هو نورمال على الواير. يبقى هيبقى معدي بالبوينت هنا ونازل بيربنديكولار على الواير. لو بحسب عند النقطه دي هرسم خط كده نورمال على الواير وبيعدي عند النقطه اللي بحسب عندها. لو بحسب عند النقطه دي هرسم نورمال على الواير وبيعدي عند البوينت دي. طبعا كل ده بافتراض ان الواير ده يكون ايه بوزيتيفلي تشارج. لو الواير ده نيجاتيفلي تشارج كل اللي هعمله نفس الحكايه النورمال دي مش هتتغير بس هرسم انه الالكتريك فيلد رايح ايه رايح تو للواير. تمام. فدي اول فكره كانت موجوده في سنه من السنين انه رسم لنا واير كده والواير ده بوزيتيفلي تشارج اللي هو البولد ده خلاص وعندنا بوينت تشارج اسمها كيو وعايزين نحسب الالكتريك فيلد عند البوينت دي. فهنقول انه الالكتريك فيلد عند البوينت دي هو الالكتريك فيلد بسبب البوينت تشارج زائد الالكتريك فيلد بسبب الواير. مين اللي قال الكلام ده؟ اللي قال الكلام ده البرنسبل اوف سوبر بوزيشن ان انا اشتغل كاني عندي بوينت تشارج بس واجيب الالكتريك فيلد بسبب البوينت تشارج لوحده اجيب الالكتريك فيلد بسبب الواير لوحده واجمعهم على بعض از فيكتورز. طيب الالكتريك فيلد اللي جاي لي بسبب البوينت تشارج ده كلنا حفظناه خلاص. انا هفرض ان المسافه هنا ار وان المسافه هنا ار وزي ما بقول انا عايز احسب عند النقطه دي. يبقى بسبب البوينت تشارج بقت بالنسبه لنا خلاص بيس اوف كيك كده هي ايه كي كيو على ار سكوير وار سكوير الديستانس ما بين البوينت والتشارج يبقى ار سكوير سكوير في الدايركشن بتاعنا اللي هو نيجاتيف اي لان دي بوزيتيف تشارج. طيب لو عايز احسب بقى الالكتريك فيلد بسبب الواير هرسمه ازاي؟ هي دي الحته المهمه في المساله بقى.
انا عايز احسب عند البوينت دي، اقوم عامل من عند البوينت دي ها نورمال على الواير. هعمل الخط بتاعي اهو تاني عشان افكركم، قلنا ان احنا الواير لما يميل كده، الواير لما يميل كده الالكتريك فيل برسمه دايما نورمال عليه زي ما كان في الحالة اللي فاتت من شوية وعملت، يبقى انا هرسم الالكتريك فيلد بتاعي كده. يبقى الالكتريك فيلد ده محتاج يتعمل له ريزوليوشن. هيتعمل له ريزوليوشن بناء على ايه؟ بناء على الانجل. الانجل دي كام؟ الانجل دي طبعا 60، لان دي 30 تبقى دي 60. ال 60 دي هي نفسها اللي هتجيلنا هنا بالايه؟ فيرتيكالي اوبوزيت انجلز، خلاص الزاويتين كده قصاد بعض بالظبط. يبقى هيجيلنا في الهوريزونتال هنا، هيجيلنا في الهوريزونتال هنا اي كوزاين 60، ويجي لنا هنا ويجي لنا فيرتيكال اي ساين 60. طب الاي ده نفسه اللي هو بتاع الواير هحسبه ازاي؟ اكتب الايكويشن بتاعت الاي ده، ايه اللي موجود هنا ده بتاع الواير هيساوي لامدا. طبعا ده المفروض اعمل له بروف بجاوس لوحده على جنب خالص، ومش هحاول اعمل جاوس سيلندر مايله هنا وبتاع، لا انا اعمل البروف بتاع الواير اللي انا عامله من شويه هو هو خلاص، وابقى طلعت بالايكويشن. مش هعيدها على الرسومات اللي معقده زي كده، انا بس المهم اني اقدر استعملها صح. لامدا على 2 باي ار ايبسلون. طب ار بتاعنا بكام؟ الار بتاعنا هيبقى بكام؟ هو بقى المسافه دي اهو، عايزين نشوف لنا لون مختلف كده نعلم بيه، عايزين المسافه دي بالظبط كده، برافو عليكم. هي دي الديستانس اللي اسمها ار من البوينت للايه؟ من البوينت للواير. طب البوينت المسافه دي هنجيبها ازاي؟ اذا كان ده ار كابيتال والانجل دي 30 خلاص، يبقى السايد ده، السايد طبعا الترينجل في نورمال انجل ايه، في انجل 90، يبقى الار سمول بتاعتنا اللي هنا اللي احنا عايزينها دي هي عباره عن ار كابيتال ساين 30 اللي هي بتساوي ار على الاثنين، لان ساين 30 بنص. يبقى احنا كده جبنا الالكتريك فيل كفيكتور. اقدر اكتبه بقى كفيكتور؟ ايوه هكتبه بقى كفيكتور كده عشان ابقى كملت المساله للاخر. هقوم كاتباه بقى كل الكومبوننتس بتاعته. هيبقى عندنا الالكتريك فيل بيساوي كفيكتور بتاع البوينت ده هيبقى كي كيو على ار كابيتال سكوير ده نيجاتيف اي، والحته بتاعه الواير هتبقى اي واير كوزاين 60 دي في اتجاه اي، والحته اللي هي اي واير ساين 60 دي طبعا نيجاتيف جي. يبقى احنا كده جبنا الالكتريك فيلد، وده ادي الاي واير اهو، وعرفنا الار سمول بكام، احنا كده ظبطنا المساله. طب ايه الفيو الثاني اللي ممكن يجي لنا للواير؟ زي ما بقول انه يجيب لي ان الواير هي الدوائر السوداء اللي مرسومه دي، ان انا عندي هنا واير، والواير ده هو ده المحطوط بيربنديكولار على البورد، هفرض ان هو تشارجد بلامدا نوت، وهنا برضو لامدا نوت، والتو وايرز دول محطوطين كده، وعايزين نحسب عند بوينت هنا مثلا بتبعد مسافه ار على الاكس اكسس. دي حاجه النوع ده من المسائل يعتبر شبه البوينت تشارج، بس هنا بقى مش بوينت تشارج، دي رسم لي واير. يبقى انا المفروض اللونج واير، وهيقول لي ان ده لونج واير مش هيديني طوله، فانا المفروض اللونج واير ده واحد من البروبلمز اللي بحلها بجاوس. اقوم بسرعه على جنب كده اعمل البروف بتاع جاوس، واطلع انه الالكتريك فيلد لامدا على 2 باي ار ايبسلون نوت. وبعد كده بقى المهم ازاي هابلاي ده واستخدمه صح في الحاله بتاعتي هنا. هقوم قايل انه الالكتريك فيلد هرسمه خارج من الواير اهوت، بيعدي بالبوينت وخارج في كل الدايركشن. خلي بالكم ان الفيو ده مش بشوفه كده، بشوف الالكتريك فيلد كده وكده وكده. فيبقى لو انا عايز اعدي عند اي نقطه مجرد اوصل من الواير للبوينت، هي دي الديستانس اللي اسمها ار بتاعتي. من الواير للبوينت هي دي الديستانس اللي اسمها ار بتاعتي، تمام. يبقى احنا لما نحسب هنا كده هنقول ان ادي الكتريك فيلد بسبب الواير، وادي الالكتريك فيلد اللي جاي لنا بسبب الواير الثاني، وطبعا في سيمتري الديستانس دي ار والديستانس دي ار اللي هي بتساوي كام؟ ار ده طبعا دي رايت انجل، يبقى هنا ار سكوير روت 2. يبقى هنا التوتال الكتريك فيلد هنلاحظ بسبب الريزوليوشن انجل طبعا دي 45 ودي 45، يبقى اللي هيتبقى معانا هو الهوريزونتال كومبوننتس اللي هما الاي اكس، اقدر اقول الاي اللي في اتجاه اكس هي 2 اي كوزاين 45. طيب والفيرتيكال هيروحوا فين؟ الفيرتيكال طبعا بسبب السيمتري هيكنسل، اللي هو اي ساين هيكنسل مع الاي ساين 45 هنا، يبقى اللي هيتبقى هو 2 اي واير كوزاين 45. طب الاي واير دي هحسبها ازاي؟ هستخدمها زي ما قلت كده لامدا على 2 باي
R إبسلون. طب R بتاعي هحطه كام؟ R بتاعي هحطه كام؟ هي دي الحتة المهمة. R أهو من البوينت، من البوينت للواير، هي دي R بتاعتنا. يبقى هنا عندنا R سكوير روت، سكوير روت 2. طيب أنا دي كنت ناوي أسيبها لكم هوم إكسرسايز لكن حليتها. دلوقتي هسيب لكم واحدة بقى بجد فعلا هوم إكسرسايز، اللي هي دي هوم ورك صعبتها السنة، وكانت دي مسألة جت برضو في امتحانات السنة اللي فاتت. إنه عندنا هنا لامدا نوت وهنا لامدا نوت، دي الجزء ده أنا أعتبر حليته خلاص. أو أنا عايزين نحسب الإلكتريك فيلد عند البوينت دي، فهنقول إنه الإلكتريك فيلد بسبب الواير ده والواير دي، هي دي الحتة الصعبة اللي الناس ساعات ما بتاخدش بالها، إنه الإلكتريك فيلد برسمه هيبقى ليه دايركشن، المهم ان انا اعمل ريزوليوشن بتاع الالكتريك فيلد اللي جاي لي بسبب الوايرز دي، وهبقى عارف خلاص ان الاثنين الوايرز دول هيجيبوا لي هنا 2 اي كوزاين ثيتا. كمان حاطط لنا سفير، والسفير دي نيجاتيفلي تشارجد نيجاتيف رو، حاطط لنا سفير نيجاتيفلي تشارجد بنيجاتيف رو. فيا ترى الالكتريك فيلد اللي هتعمله للسفير دي عند النقطه دي كام؟ فكروا فيها وكملوها، مش طول عليكم دلوقتي. وشكرا جزيلا، ثانك يو، واقول لكم باي باي، جود لك، باي باي.